مساء الخير. احنا النهاردة عايزين نتكلم عن الفرحة. الفرحة طبعا جميلة، كلنا نفسنا نفرح، واكيد كلنا فرحنا في اوقات ومناسبات سعيدة، لكن تعالوا كده شوفوا، هل احنا بنعرف نفرح بجد؟ يعني الوقت اللي يبقى فيه فرحة بنفرح صح؟ انا مبهزرش والله، ده حتى الفرح نفسه تلاقي الكوشة وعريس زي القمر وعروسة جميلة جنبه. أم العروسة ممكن تشوف المشهد ده، بقى تلاقي أم العروسة قاعدة بتعيط، افتكرت جوزها الله يرحمه في اللحظة دي، فتقول إيه؟ الله يرحمك يا زكي، كان نفسه يشوف اليوم ده، كان نفسه يشوف عروسة، الفرح منور عليك يا زكي، هتعددي على زكي يا وليه دلوقتي؟ الله، ما تفرحي ببنتك دلوقتي يعني. وبعدين الناس كلها تقول لك دي دموع الفرح. طب ليه يبقى في دموع في الفرح؟ ما نوفر الدموع ده لوقت تاني، ربنا ما يجيب حزن يعني. واحنا لما نعيط في الفرح امال في الحاجات التانية هنعمل ايه؟ مناظر من دي كتير قوي. واحد مسافر هيشتغل سنتين ولا حاجة، يعمل له ورشين عشان مراته وعياله، يوم رايح المطار واخد مراته وعياله يودعوه واخواته، يعيطوا بقى مسافر، خد بالك من نفسك، يا ترى مين اللي هيطبخ لك واللي يعمل لك؟ وهي تقول له اوعى واحده تضحك عليك وتعيط. يسافر الراجل يقعد له سنتين يرجع يستقبلوه، برضه بيعيطوا حضرتك، الحمد لله على السلامه يا اخويا، بركه انك جيت ونورت البتاع، وتعيط. ايه العياط ده؟ يعني الراجل يحس انه زي ما راح زي ما جه، مفيش اي تغيير خالص. مناسبات زي شم النسيم، اتفرج حضرتك، هو احنا بنشم نسيم؟ نسيم ايه؟ عيلة راجل ومراته واربع عيال، ربنا يخلي، افرش الملاية في الجنينة والولاية تبتدي بقى. بنت يا غادة، هاتي يا بنت البوتاجاز عشان اسخن حلة المحشي. محشي؟ محشي ايه؟ وياريت على كده بقى. وانت يا ابو غادة، طلع السردين والفسيخ ونظفه وحط الليمون والبصل. انت ولا يا مقصوف الرقبه، روح هات 40 50 رغيف عيش. يا ليله، ده ايه يا اخوانا؟ ده ياكلوا ويناموا. شم نسيم ايه؟ فين حضرتك شم النسيم؟ ده ياكل ويبقلل ويبنجر ويانتخ، لكن يشم؟ يشم ايه؟ هو هيبقى فيه نفس بعد كده؟ انسوا. تعالى بقى في المناسبات السعيدة، تخش الست تقول لجوزها اعمل حسابك بقى، عايزين نعمل نجيب شوالين دقيق عشان الكحك والبسكويت. الراجل يعني تيجي له زغطة، شوالين ليه؟ شوالين ليه حضرتك يعني؟ هو احنا نقعد 6 أشهر ما ناكلش في البيت ده غير كحك؟ تقوم تلحقه تقول له يا سلام مامو ياسمين عامل 4 شولة. قال انا مال انا ومالو مامو ياسمين 4 شولة ليه؟ هتصدر الكحك للخارج ليه يعني؟ مفيش الا كده ولا ايه؟ فالراجل طبعا بيتضايق، فممكن ياخد على خاطره ويزعل، ولو زعل قوي مش هياخد على خاطره، غالبا هياخد فيها اعدام.